نبضات غير منتظمة تستدعي متابعة حثيثة ورعاية استثنائية لتجاوز مرحلة الخطر. هذا المريض يصارع المرض في مراحله المتقدمة بعد التهاب رئتيه. هو حال العديد من المرضى في قسم العناية الفائقة في مستشفى عين وزين بجبل لبنان. هنا لا تهدأ حركة الممرضين والممرضات. مريض أو أكثر في حالة حرجة يدخل يومياً إلى قسم العناية المركزة. هذا القسم بات يستوعب أكثر من 20 مريضاً، أغلبهم يعانون من التهاب رئوي حاد قد لا يتجاوزون مرحلة الخطر. لا يختلف الحال كثيراً في قسم الطوارئ. على مدار الساعة يصل مرضى جدد بحاجة لتشخيص ومتابعة ورعاية، بعضهم من مناطق بعيدة لم يجدوا أسرة خالية في المستشفيات الأخرى. نور في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، ساعات العمل تضاعفت والضغوط أكبر من أي وقت مضى. هو لا شك أنه مرحلة صعبة كتير علينا وعلى المرضى وعلى أهلنا، يعني ما بقى فينا نحمل، ما بقى المستشفى قادرة تستوعب، ما بقى أصلاً نحن قادرين نكمل بهيدا اللود الصعب. وضع المستشفى خطة لمواكبة الفيروس منذ انتشاره، وزاد القدرة الاستيعابية مع تطور الوضع واقتضاض مستشفيات أخرى، ويستعد الآن لإطلاق الرعاية الصحية المنزلية لمرضى كورونا. إنما في حال بده يصير في اكتظاظ أكثر، في إمكانية في حال في رعاية طبية منزلية وتمريضية، الناس لما تبلش تتماثل إلى الشفاء، عم يتحسن وضعها سريريا بالمستشفى، قادرين نحن في بوجود هالستركتشر هايدي إن نبعتهم على البيت ونكمل لهم العلاج بالبيت. بهالطريقة بيكون في سرير عم يفضى. يجهز المستشفى حالياً مركزاً خاصاً للتطعيم بعد اعتماده من قبل وزارة الصحة، إلى جانب 35 مركز تطعيم في مختلف المناطق اللبنانية. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، الشوف، جبل لبنان.